إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لك وحدك سبحانك، فلا يجوز أن يحلف إلا بك، ولا يجوز أن يصلى إلا لك، ولا يجوز أن يذبح إلا تقربا إليك. فلا أتقرب إلى قبر، ولا أطوف على قبر، ولا أدعو غير الله تعالى، مهما قيل عن هذا الولي المدفون أو عن ذلك الرجل الصالح. فادعوا الله مخلصين له الدين، توجه بقلبك إلى الله تعالى، إياك نعبد، لا تجعل بينك وبين الله تعالى وسائل من أضرحة وأولياء وأقوام ربما صرفت لهم أنواع من العبودية لغير الله. إياك نعبد، ولا يفلح يوم القيامة إلا من كان موحداً لله، من كان في قلبه الإيمان خالصاً لله سبحانه وتعالى، راجياً به وجه الله. إياك نعبد. ثم هل يستقل الإنسان بحياته من غير عون الله له؟ هل يستطيع أن يمشي من غير عون الله له؟ هل تنام من غير عون الله لك؟ هل تأكل من غير عون الله لك؟ هل تتزوج من غير عون الله لك؟ هل تقود سيارتك من غير عون الله لك؟ هل تتكلم؟ هل تبصر؟ هل تسمع من غير عون الله لك؟ كلا. ولذلك قال: إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي لا أستطيع أن آكل إلا إن أعنتني وقدرتني على ذلك، ولا أنام ولا أهتدي ولا أقوم ولا أقعد ولا أتحرك إلا بإعانتك يا رب العالمين. يا ربي أعني على هذا كله، يا ربي أعني على أن آكل وأشرب وأهتدي، يا ربي أعني على أن أصلي، على أن أربي أولادي، يا ربي أعني. استعن بالله دائماً.